بخير. معلش انا عن هلوس لساته تحت تاثير البنج. جيبوا لنا الدواء من صيدليه المشفى فورا. يلا هجيب الدواء وارجع. انا راح عند اهل الممرضه اتركب له اجهزه المراقبه. شكرا. على السلامه. ويلي انا هون حبيبي، انا هون. يا ريما يا ريما. مين ريما؟ انت رجعتي يا ريما؟ انا بحبك. ليش ما بتحبيني مثل ما بتحبيهاني يا ريما؟ عطشان 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 كتير، بدي مي. ريما بدي مي. والله كثير موجوع يا دكتور، كثير كثير هيك. يلا دقايق والمسكن بياخذ مفعوله. وهو هاليومين بدك تحس بشويه تعب، فبدك تطول بالك. وضعك باذن الله ممتاز. شكرا لك يا دكتور. ان شاء الله معافى. الله يعافيك. مشكور حكيم، يعطيك العافيه، عزبناك. أين سيمون؟ شد لي حيلك شوي، شو بدنا نقضيها مشافي؟ سيارة الدواء باعت بساعتين، بدنا نرجع للشغل. لا لا طاهر، وعك وعك، بدنا نهدي شوي. الوزير مقروق كثير من الحادث وعم بيبحبش ورا الموضوع. ما بدنا نفتح العيون علينا، يستر على عرضك. ايوه بس اوعى هذا الشوفير يسرسب الحكي علينا هيك ولا هيك. لا لا، ابو رايد ما في منه ما بيعملها، بعدين هو رجله بالفلقة مثلنا. اخ شو عطشان انا. لك شو، وين هند؟ والله ما بعرف، رح جبت لك الدواء ورجعت ما لقيتها. غريبة كثير، كانت مصرة انها تكون موجودة بالعملية. يلا سيدي الله يتوه لها رأيها، تكون زالت من شي وراحت. العامة والله اختنقت، اختنقت بهالكم يوم يا طاهر. انا اختنقت، لبقى تضغط علي يستر على عرضك. خلص خلص، لبقى تحكي مشان ما تتعب حالك. هلا بسألك دكتور اذا فينا نشربك. خارج تغطية هي سيدي، ناقص حسن الدكتور.